وين ما قعدت ومع مين قعدت بتسمع الناس عم تحكي سياسي، شي طالع وشي نازل. تسمع حكي كتير عن الحالة الاقتصادية بس بتسمع أكتر عن الحالة الطائفية. بسمعهم عم بيقولوا إن البلد ما وصلت بالسابق لهالحالة اللي هي فيها اليوم، وبيقولوا إنه بالزمانات كان في طائفية بس كانت ملطفة شوي، فلتت بأيام الحرب الأهلية وبعدين رجعوا ضبضبوها، بس اليوم واصل الأمور للسماء. من كم يوم سألت صاحبي اللي ساكن بالشياح إذا بيعرف الأشرفية، قال لي إنه آخر مرة راح لهونيك من شي 20 سنة. وسألت صديق ساكن بأنطلياس إذا بيعرف الشويفات مثلا، قال لي بسمع فيها سمع. طبعا فينا نقدر شو ممكن يقولوا اللي ساكنين برات بيروت. اليوم هيك الحالة، كيف لكان بعد 20 سنة؟ هذا رأيي، فكر فيها.